بين الفترة والأخرى يعود الحديث عن مصير السلطة الوطنية الفلسطينية، خاصة بعد وصول حل الدولتين إلى طريق مسدود. حل الدولتين ارتضى الفلسطينيين وقبل في الإسرائيليين على مضض لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، لكن أصبح هناك إجماع متزايد بين الفلسطينيين وبين العرب وحتى بين الدول الأوروبية على أنه حل الدولتين أصبح في ظل ازدياد عدد المستوطنين إلى مئات الآلاف بالضفة الغربية وتقطيع أوصال الضفة الغربية إلى الجزر المعزولة في حكم المستحيل. الفلسطينيين لما أسسوا السلطة الوطنية الفلسطينية على إثر اتفاق أوسلو عام 1993 أرادوا هاي السلطة كجسم انتقالي يؤدي في نهاية المطاف إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وحل كافة قضايا الوضع النهائي. حل قضايا الحل النهائي كان من المفترض أنها تتم مع نهاية عام 1999 كخمس سنوات بعد اتفاق أوسلو، ذلك لم ينجز وأسباب ذلك كثيرة، وممكن الطرفين الفلسطينيين والإسرائيليين يحملوا بعض المسؤولية، لكن بالنهاية النتيجة هي واحدة. أطراف كتير باليمين المتطرف الإسرائيلي يطمحوا إلا أنهم يكون عندهم حل جذري للقضية الفلسطينية، بقوم على حصر الفلسطينيين في تجمعات معزولة، نشر المستوطنات في أرجاء الضفة الغربية، حتى القضاء على السلطة الوطنية الفلسطينية بحد ذاتها. هذا الهدف بيختلفوا فيه مع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، مع الدولة العميقة الإسرائيلية اللي بتشوف بوجود السلطة الوطنية الفلسطينية عامل لحفظ الاستقرار بالضفة الغربية، الاستقرار اللي بتعرض من سنتين لموجات من العنف وحلقة بيسميها الكثيرين مفرغة من العنف، هجمات فلسطينية بقابلها اجتياحات إسرائيلية للمدن الفلسطينية والقرى، قتل ودمار. من جديد منشوف إنه إحنا لوين رايحين كفلسطينيين، الإسرائيليين لوين رايحين في هاي القضية. نتنياهو الأسبوع الماضي اجتمع مع لجنة برلمانية للحديث حول مصير السلطة، جزم أن السلطة الوطنية الفلسطينية مصلحة استراتيجية لإسرائيل، أكد بالحرف الواحد أنه مش رح يسمح بانهيارها، سوف يتخذ من الإجراءات للحفاظ عليها، مساعدات اقتصادية، سماح للفلسطينيين باستخراج الغاز الطبيعي من المنطقة الاقتصادية للفلسطينيين في البحر الأبيض، اللي أريئيل شارون منع الفلسطينيين من استخدامها لدواعي أمنية. اليوم نتنياهو بعود وبقول سنسمح للفلسطينيين باستخراج الغاز للحفاظ أيضا على المصلحة الأمنية والوضع الأمني لإسرائيل. في هذا الإطار بعد ساعات قليلة من تصريحات نتنياهو اللي رفض فيها أصلا قيام دولة فلسطينية وقال إن إسرائيل لن تسمح أبدا بإقامتها، سربت وسائل إعلام إسرائيلية معلومات عن دراسة السلطة الوطنية الفلسطينية للإعلان عن إفلاسها. هذا الشيء المسؤولين الفلسطينيين نفوه جملة وتفصيل، اعتبروا انه افلاس سياسي لحكومة نتنياهو اللي قالوا انه فيها تيارين، تيار يدعو الى الحفاظ على السلطة وتيار يدعو الى القضاء عليها. المفكرين الاسرائيليين جزء كبير منهم بقولوا انه اقصى ما يمكن لاسرائيل انها تقدمه للفلسطينيين هو حكم ذاتي واسع الصلاحيات، لكن في ظل سيطرة أمنية إسرائيلية كاملة على الضفة الغربية، لأنه أي سيطرة فلسطينية راح يتكرر سيناريو قطاع غزة وهذا مش راح يسمح الإسرائيليين فيه. فلسطينيين بيرفضوا هذا الكلام وبيطالبوا بضغوط أمريكية على إسرائيل لإجبارها على قبول حل الدولتين. هذا الكلام من 2014 متكرر وما منشوف شيء، جولات من الصراع تنتهي وتتجدد من جديد. كثير من المسؤولين الفلسطينيين بيقولوا لا يوجد في أيدينا إلا صمود والبقاء على الأرض، الصمود والبقاء على الأرض
بحسبهم يلزموا سلطة فلسطينية تفرض الأمن والنظام، توفر الخدمات الأساسية للفلسطينيين. إسرائيل وصلت بحسب الكثير من المعلقين لمبتغاها، أعطت للفلسطينيين كما يقول بعض اليمينيين الإسرائيليين دولتين، دولة في قطاع غزة بتسيطر عليها حماس من 2007، ودولة في الضفة الغربية بتسيطر عليها منظمة التحرير بقيادة حركة فتح. الأمور كتير بشوفوا ناس إنه رايحة في نفس الشيء، نفس الاتجاه، وما التصريحات إلا وموجة العنف إلا حلقة مفرغة لن تفضي إلى شيء على الأقل بالمدى المتوسط.